إذا نظرت إلى النهضة العربية الأولى عاينت فيها مسيحيين عربا قالوا أجمل ما يقول في إنهاض المجتمعات العربية، فتنكر لهم الجميع ولم يسمع لهم ولم يصغي أحد إليهم. أين هي خطاباتهم؟ أين هي الآثار الإيجابية التي كان يمكن أن تترتب على الإصلاحات أو الاقتراحات الإصلاحية؟ تقصد مين بالضبط من هؤلاء الأسماء؟ أهل النهضة العربية؟ شبل شميل، يعقوب صروف، البساتنة، جميع أصحاب النهضة العربية كثر من المسيحيين ومن غير المسيحيين. بس هؤلاء النجوم والكل يعترف بهم وينهل من كتاباتهم. صحيح، ولكن أين يعني ليس هناك قصدية في أنا لا ألوم التاريخ العربي على على إقصاء الفكر الإصلاحي المسيحي. أنا ألوم المجتمعات العربية على ما حل بها من جراء كبوتها. نعم. وكبوة المسيحيين المجتمعات العربية ناشئة من أنها مجتمعات لا تريد أن تدخل في الحداثة. لا تريد أن تدخل في الحداثة. ودعني لا تريد وكأن قرار الدخول هو إرادي بالنسبة للشعوب. صحيح، هو إرادي. شعوب مجني عليها، مش أنت حولتها إلى جانية. أنا جانية على ذاتها. كيف؟ وهي ضحية للسياسي والرأسمالي وللديني. يا صديقي، إذا كان الإنسان العربي، هل هي دائرة مغلقة؟ نعم. إذا كان الإنسان العربي يريد أن يدخل في الحداثة، مما هي الحداثة؟ أنا أوجزها في ثلاث مسائل أساسية. أولاً، الاعتراف بالمقام الفردي، مقام الفرد الذاتي الحر المستقل. ثانياً، الاعتراف بمقام العقل في ضبط آلياته وتسويغ عملياته وهدم ذاته وإعادة بناء ذاته، وهذا يشمل ما بعد الحداثة. ثالثاً، الاعتراف بالأنظومة، أنظومة الشرع الكونية لحقوق الإنسان. هذه المسائل الثلاث هي التي تحدد الأفق الذي أدعو أفق الحداثة. هذه الحداثة الغربية شئنا ما بينها هي الأفق الوحيد الممتد أمامنا.